السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي، وهنتكلم النهاردة عن أنواع المتغيرات اللي بنستخدمها جوه الكلاسز في الـ Object Oriented Concept باستخدام لغة البايثون. فركزوا معانا جدا، الحلقة دي مهمة وخليكم معانا. في الحلقات اللي فاتت عملنا كلاس وكتبنا فيه initializer او constructor، ماشي، وكتبنا فيه methods، وبعد كده خدنا منه object زي الكونسبت بتاع ال object oriented، واخدنا من كل object ال variables بتاعتها، ودخلنا في الكلاس دوت variables. ودلوقتي احنا هنبدأ نستخدم الـ variables ديت بس بأشكال مختلفة. نبدأ نحدد ايه الأنواع بتاعتها، هي بالظبط كده الـ variables الـ inside الـ ايه الـ class. او احنا مش هنتكلم عن الـ variables عموما، احنا اتكلمنا عن أنواع الـ variables لو كتبتها بره الـ class، احنا دلوقتي بنتكلم عن الـ variables اللي جوه الـ classes. في نوعين من الـ variables اللي جوه الـ class، في الانستانس فاريبلز والكلاس فاريبلز. الكلاس فاريبلز ممكن تقول عليها الستاتيك فاريبلز، ماشي. فاكرين لما قلت لكم من حلقتين تقريبا انا بشرح الكلاس ان دوت فاريبل بس دوت بيتغير، ماشي، مع الكلاس ذات نفسه، ماشي. يعني انا لو كل كلاس مستقل بذاته، لو غيرت هنا مش هي، يعني مثلا لو غيرت في الاوبجكت الموجود في البولو مش هيتغير في الاوبجكت الموجود في الميني. لا، في بقى نوع من انواع الفاريبلز اسمها الكلاس او الستاتيك او الشيرد، ماشي، فاريبلز ديت لو انا غيرتها مثلا في البولو هنا في الاوبجكت الموجود في البولو هتتغير في الميني، هتتغير في كله لو عملت 10 انستانت من الايه الفاريبلز. خلينا في المثال دوت اللي احنا شغالين فيه، امسح دورات كده خلاص مش عايزينه، امسح دورات كده، ماشي. العربية، اي عربية ليها نيم، ليها سرعة، ممكن يكون ليها مثلا اي حاجة تانية، مثلا زي السيتس، الكراسي مثلا. والكراسي ديت انا مثلا ايه بنتج عربيات 4 كراسي، عاوز اعمل عربيات 7 زي 7 راكب، عاوز اعمل ميكروباص، فعاوز اغير في كل الانستانس الموجودين مثلا. يعني انا بفترض مثلا من عندي عاوز اغير في كل الانستانس مرة واحدة زي ما اتفقنا. انا لو جيت هنا وقلت لك هنا في البولو هنا دوت نيم، ماشي، هتساوي مثلا هنا بولو، ماشي، وهاجي اقول هنا ايه برنت اهوت هنا البولو دوت نيم، وهنا برنت الميني دوت نيم، وهدوس كده ران، هلاقيها اتغيرت هنا في الكلاس الاولاني بس اللي هو الاوبجكت الاولاني بس، بينما الاوبجكت التاني لسه زي ما هو. ليه؟ عشان احنا هنا في حاجة اسمها النيم سبيس. النيم سبيس ده اللي هو مساحة العمل دوت، هنا بيشتغل على قد الكلاس ده بس، ماشي. لو اتغير الكلاس، سوري، على قد الاوبجكت ده بس، لو اتغير الاوبجكت اتعمل من كلاس اوبجكت تاني خلاص ده ملوش قيمة خالص، واحنا متفقين على كده في ايه في الحلقات اللي فاتت. طب افرض انا عاوز اعمل مثلا حاجة زي السيتس بتاع الكار واخليه يعني ستاتيك، ماشي، في الباقي ايه في الليلة بتاعت الكلاس كار ديت مثلا، فبعمل ايه، اقول هنا سيتس، يعني هنا في ايه سوري، وقول هنا السيتس هنا بيساوي 4، ماشي، وتعالوا كده نرن الاوبجكت دوت، ماشي، هنقول هنا بولو دوت
seats وهنا many dot seats والرن ماشي أربعة وأربعة ماشي. أنا لما بكتب أي متغير في النيم سبيس بتاع الكلاس هنا ماشي، هنا ده concept النيم سبيس ماشي اللي بره ال definition بتاعة ال initialization أو ال constructor، بقصد هنا إن أنا عاوزه يبقى static variable بحيث إن هو لو استخدم في كذا مثلا instance زي دوت لو حبيت أغيره يتغير فيهم كلهم. تعالوا نمسح ده كده ونكتب هنا مثلا هنا car dot seats مثلا خليها 7 ماشي، وندوس run اتغير في الاثنين. حتى لو انت عامل كتير اتغيرت ليه؟ لانها static ما فيهاش اي function. هنا المنطقة دي كده اسمها ال class variables او ال class namespace اللي بيتكتب فيها ال class namespace اللي بيتكتب فيها ايه ال class variables اللي انت ممكن تغيرها فتتغير في كل الكلاسز التانية، كل قصدي الاوبجكت التانية يعني الاوبجكت البولو والاوبجكت الميني الاثنين دولت اتغير فيهم الكلاس اللي هو الفاريبل اللي اسمه سيد. بينما هنا لو غيرنا هيتغير فيه كلاس في اوبجكت واحد بس اللي هو الاوبجكت اللي انت طلبت منه التغيير بس، لكن بقيه الاوبجكتس مش هتتغير. طب تعالى كده لو عملنا كده بولو دوت سيد ساو 7 ماشي وعملنا لان غيرها في البولو بس، يبقى اذا الشيرد ها ممكن يتغير في ال ايه على مستوى الاوبجكت بس برضو ماشي. مش لازم لو انت ما كتبتش، لو انت كتبت اسم الانستانت زي بولو او ميني ماشي، خلينا كده نغير هنا ده بولو وده ميني ودوس ران كده هتلاقي هنا اتغير فيه الاثنين، خلينا 8 مثلا اهو شوف اتغير فيه الاثنين. بينما ده لما نيجي مثلا نعمل مثلا لو جينا هنا عملنا هنا كار كلها كار دوت سيتس هيساوي مثلا 3 او سبور وشيل دولت كده وندوس ران هتلاقي ايه اتغير فيه الاثنين. وهو ده الكونسبت بتاع استخدام ايه الستاتيك فاريبلز. ان شاء الله لو 100 فاريبل ماشي سوري ان شاء الله لو 100 اوبجكت من الكلاس دوت انت تقدر تغيرهم بس بمجرد انك تقول اسم الكلاس واسم الفاريبل دوت وتتعامل معاملة الستاتيك فاريبل. لما لو عاوزه على مستوى الكلاس يبقى ساعتها انت ممكن تكتب اسم الكلاس سوري على مستوى الاوبجكت يبقى انت تكتب اسم الاوبجكت وبعدين دوت وبعد كده ال variable بتاعك تقدر تحطه. وهنا يبقى وصلنا لنهاية الحلقة ديت. اتمنى الناس انها لو مش فاهم حاجة يسيب سؤاله في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، وياريت الناس تدعم القناة بعمل لايك وشير وسبسكرايب وتبص بص على اللينكات اللي في الديسكريبشن بوكس هتلاقوا فيها لينكات كتير مهمة واللينك الكود اللي كتبناه في الحلقة ديت. اتمنى للناس الجميع التوفيق، وفي النهاية كان معكم المبرمج احمد محمدي والى اللقاء في الحلقات القادمة.